للشعر، للموسيقى، للفن بشكل عام. نحتاج كثيرا أن نبتعد عن المؤسسات الرسمية المؤطرة ببيروقراطية معينة، سواء كانت على مستوى الأنظمة أو على مستوى اختيار الضيوف اللي هم النخب. المقاهي الثقافية التي أخرجت كثير من المبدعين على مستوى الوطن العربي، لما نتكلم عن العواصم العربية نتكلم عن بغداد، نتكلم عن دمشق، نتكلم عن القاهرة، أخرجت الكثير من المفكرين، لم يخرجوا من الصوالين الخاصة ولم يخرجوا من المؤسسات الرسمية، ولكن خرجوا من مقاهي